اهلا بيكم. قلت اطلع النهارده معاكم على الفيس. احنا اتكلمنا في موضوع تغريد، واتكلمنا في موضوع محمد، اتواصلنا مع محمد الزوج، وهيكون معانا بالكتير في خلال 24 ساعه، يوم ما ياخر خاصه ب 48 ساعه هيكون معانا. هو وافق يعمل المواجهه. انا كنت في الاول قلت يا جماعه تغريد طلعت في فيديو 75 دقيقه بتدافع، بتقول لا العيال عياله، وان هي عفوا، وان هو ظلمني، وهو رشا الطب الشرعي ورشا الناس كلها، ودول ولاده، وان انا مظلومه، وان انا وان انا وان انا. طيب انا قلت يا جماعه مهما محمد يقول ومهما هي تقول، كل واحد، هي طلعت في فيديو ساعه بتتكلم لوحديها وبتبرر لنفسها كل حاجه، ومحمد طلع في كل القنوات وبكى وبكانا معاه ان ثمره عمره وحياته كلها 11 سنه وهو في الخارج في فندق الفور سيزون متغرب وبيصرف على اولاده، وفوجئ بالصدفه ان دول لاولاده، وان مراته بتخونه، والدنيا خربانه. انا قلت من الاول مش هينفع غير لما نجيبهم هما الاثنين، محمد وتغريد. تعالى يا محمد، انت بتقول ان مراتك خانتك وان الثلاث ولاد مش ولادك. تعالى يا تغريد، انت بتقول ولاده، رغم ان هو معاه تقرير من الطب الشرعي والمحامي بتاعه كلمني ومحمد كلمنا. رد يا تغريد. محمد استجاب لدعوتنا لما شاف الحلقه، والمحامي بتاعه اتصل بينا كتر خيره طبعا، ومحمد، وقالوا احنا موافقين. بس يا فين تغريد؟ تغريد فشلنا تماما في الوصول ليها، ما رضتش تواجه، وانا بعرف بقول لها يا تغريد ما تخافيش، انت واخد 3 سنين سجن في رقبتي انا، تعالي واجهي محمد واظهري براءتك ما دام انت مصممه وطلعتي على الفيس واتكلمتي ساعه كامله. ده وعد مني، هتطلعي تعمل المواجهه مع محمد، لان الناس كلها بتتكلم. ازاي ثلاث عيال مش عياله وانت بتقولي لا انا طول عمري شريفه وعفيفه؟ تعالي واجهيه. طيب خلصنا من الموضوع ده ومستنيين، هو محمد هيكون معانا لبكره اللي بعده. تغريد فشلنا في الوصول ليها وهي ما رضتش تتواصل معانا. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل بمجرد ما زعلنا الحالات على الفيس، وجينا باتصال من شخص تاني من محافظه من محافظات الصعيد بيكلمني، ودي مشكلته، مشكله كبيره جدا. هيكون معايا دلوقتي، هيعمل معايا مداخله دلوقتي. ايه المشكله؟ قال لك يا استاذ حنفي، انا كنت متجوز واحده وعشت معاها، للاسف عشت معاها 15 سنه او اكتر، وربنا ما رزقناش باولاد، فانا نفسي اكون اب، وده اللي الشرع، انا مش بجرحها ولا بضايقها ولا اعمل حاجه اكسرها بيها، بس انا ربنا هو ما انعمش عليها ان هي تكون ام، بس ربنا اعطاني انا بقى الصلاحيه ان اكون اب، فقلت اتجوز. هي رفضت فقلت اطلقها بعد عشره طويل، فطلقتها وقلت اتجوز. طبعا انا واحد لما بيطلق مراته شيء طبيعي، لما يروح يتقدم بيشوف واحده مناسبه ليه، فقالوا له ان في واحده في قريه جنبيهم حلوه واهلها ناس من حفظ كتاب الله وناسها كويسين، بس كانت متجوزه ومطلقه. فقال خلاص، هو الراجل شغال في شغلانه محترمه جدا، في يعني منصب كويس قوي ودخله كويس قوي، فراح يتقدم لها. البنت حلوه بامان، وجهز لها شقه ممتازه، خدها من قريه قعدها في مدينه، شقه جميله، شقه فيها كل الاجهزه الكهربائيه، هي ما كانتش تحلم بيها، ما كانتش تعرف يعني ايه الواي فاي، ودي غلطه بيقعوا فيها الازواج. الزوج اللي بيجيب لمراته شبكه الواي فاي في البيت بيديها دعوه صريحه للخيانه، الا ما رحم ربي، مش هقول. طبعا البنت كانت نفس اللفظ، كانت في جره وطلعت بره زي ما نقول، عايشها في شقه واجهزه كهربائيه واضاءه خافته ودنيا، لقت نفسها ايه ده؟ هو في دنيا كده؟ هي في حياه كده؟ هو في ناس كده؟ البنت انبهرت. وايه؟ كل يوم فراخ، لحمه، سمك، حمام، ينزل يفسحها ويرجعها ويدخلها سينما ويقعدها على كافيهات، الحاجات دي كلها ما كانتش تعرفها. فقلت له بقول لك ايه؟ قال لها، قالت له نفسي في حاجه بس ما تزعلنيش. قال لها خير؟ قالت له نفسي في تليفون جديد. قال لها تليفون بكاميرا يعني؟ هو انت معكيش تليفون بكاميرا غير دلوقتي؟ قالت له لا، التليفون اللي معايا نوكيا اللي هو الصغير ده ابو 75 قرش. قال لها بكره احدث تليفون ايفون 11 يكون عندك. بتتكلم جد؟ واختاري بنفسك.
هي طبعا لا تعرف ايفون ولا 11 ولا الكلام ده كله، هي عايزه تليفون فيه كاميرا وخلاص. راح جاب لها احدث تليفون 25000 ولا 30000، وراح جاب لها شبكه الواي فاي في البيت، وقال لها بقى تعملي صفحه على الفيس وتقبل يا صدقاء، زي ما نقول سلم القط مفتاح القرار. واحده من طين الارض طلعها لجو لا هي متعوده عليه ولا تعرف منه حاجه، ودي مشكله. طبعا دخلت على الفيس، هو طبعا شغال شغلانه صعبه جدا، شغل الصبح وجهاز يعني يطلع شغله رقابيه وبتاع. فالمهم هي قاعده في فراغ ولسه ربنا ما كرمهاش بعيال منه، فقعدت على الفيس قبل الصداقات وعمل الصفحات وابتدت تتعرف جو جديد. طبعا بيجي يلاقيها هو كله بيقول لي والله يا سبحان، في كل ما ادخل الاقيها على سجاده الصلاه بسم الله ما شاء الله اصفر بزيت الدين. قال لي عمري في حياتي ما كنت متوقع ان انا هقول لك عليه، لغايه ما في يوم من الايام لقيت الموبايل بتاعها قدام، مسكت الموبايل وفاجئ يا استاذ حنفي بمقاطع فيديو، هو بعتها لي للاسف وشفت المقاطع دي، استغفر الله العظيم واتوب اليك، مقاطع مش جنسيه لو في كلمه اكتر من كده هقولها، ومحادثات بقى راح حط لها البرنامج بتاع تسجيل المكالمات، وهي عشان ما تعرفش في التكنولوجيا دي سجل مكالمات جنسيه فجاه. الاكتر من كده باعت في ذهبها عشان نعرف البنت، تخيلوا دي منين؟ من الريف. باعت ذهبها، عارف عشان ايه؟ مش هتصدقوا والله، هو هتسمعوه دلوقتي. باعت ذهبها الشبكه وراحت جابت شقه، اشترت شقه وفرشتها عشان تقابل فيها حبيبها بنت القريه. طب نسمعه، عشان مهما اتكلم مش هعرف اشرح المأساة اللي هو هيحكي عنها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليك يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي صحتك؟ الله يخليك. زوجتك الأولى عاشت معاك كام سنة؟ 11 سنة. ما حصلش خلفة. ما حصلش خلفة خالص. المشكلة كان ما عندها هي. المشكلة كان عندها هنا حضرتك وربنا، وكانت ست لو جوز كل يوم مش هلاقي زيها. ما فيش زيها، بس سبحان الله ربنا ما بيديش كل حاجة. ما يعني وكانت موظفة وكانت محترمة وربنا، وما شفتش منها، ما اتغبنتش خالص في حياتي في ال 11 سنة. 11 سنة. بس. طب ليه ما خليتهاش على ذمتك؟ ليه طلقتها؟ والله سبحان الله قلت لها اقعدي واخد بالك، وهي قالت لي اتجوز، قالت لي اتجوز، وبعد ما اتجوزت طبعا اتبعت كلام والدتها واخواتها، وبعد ما اتجوزت الله كلمتها قالت لي لا طلقني. طلقني، حست بالغيره. حست بالغيره، رحت مطلقها، اعمل لها تعمل لها كل حاجه، خد كل حاجه حتى المروح حقها حقها. طيب الزوجه الجديده بقى، الزوجه الجديده انت اخترت على اي اساس؟ يا حلف انا اخترت على اساس واخد بالك ان هي كانت مخلف قبل كده، واخد بالك وكان معاها ولد، وانا كان الشرط الوحيد ان اتجوزها الجوز الثاني، الزوجه الزوجه الثانيه بتكون متجوزه ومخلف عشان تضمن ان هي هتخلف معاك. تمام. ايوه. وخدتها من بيت محترم، ده انت بتقول لي بيت كله بسم الله ما شاء الله. يا حنفي ده لها اخوات اربع رجاله كلهم في الكويت، واخد بالك ومدرسين وحافظين القران، واخد بالك وناس 10 على 10، وهي حافظه القران، حافظه القران، وقعدت معايا 6 سنين ما اتغبنتش يا تاني. طب قعدت خالص. طيب مين اللي عايشها في الشقه والجو الجميل والاجهزه الكهربائيه والدنيا الحلوه دي؟ مش انت؟ انا سبحان الله المؤاخذه، هي قاعده كانت قاعده في قريه ارياف، انا نقلتها في البندق في مكان نظيف واخد بالك وتكييفات واخد بالك وغاز طبيعي، ونقلتها من العيشه اللي كانت قاعده فيها مزنوقه مع ابوها، نقلتها. مين اللي جاب لها مين اللي جاب لها احدث تليفون محمول؟ انا سبحان الله كل حاجه قلت له. مين اللي ركب لها شبكه الواي فاي؟ انا حضرتك كل اللي عملته، والفلوس في الدولار اللي كانت تغوص تاخده. طب يا حبيبي انا عايز اعرف، مراتك طالعه من الريف، انت دخلتها على الواي فاي وعلى المحمول والكلام ده كله، انت ما خفتش ان واحده ملهاش تجارب خالص في اي حاجه تجيب لها تليفون محمول حديث وواي فاي وتعلمها دنيا الفيس والواتس والفايبر والكاميرا والفيديو والكلام ده كله؟ مش غريبه شويه دي؟
ماني انا غلطت يا استاذ حالة في الموضوع ان انا جبت لها التليفون وركبت لها الواي فاي وقبل كنت حسيبها الموقف، قالت لي عشان خاطر اكلم اخواتي في الكويت، اخواتها في الكويت وقبل، وقالت لي ان انا عاوز اكلم اخواتي عشان خاطر اكلمهم على الماسنجر والواتس والحاجات دي، قالت لي عاوز التليفون عشان اكلم اخواتي في الكويت. طب انت ما كنت اولا انت بعت لي صور وفيديوهات زوجتك عفوا بتتمتع بقدر كبير كبير جدا من الجمال، ما خفتش عليها ما غيرتش عليها تكلم حد تتعرف على حد؟ يا اصحابي انت لو تشوفها معايا في الشقه تقول ده ملاك، صلاه وصوم وقرايه قران، ما توقعتش منك كده، ما عارف ان جميله كل حال، وكانت لابسه النقاب واخد بالك ساعات كانت بتلبس النقاب، تشوفها صلاه وصوم وقرايه القران، يعني ما فيش حد يعني نفس اهلها واهل بلدها والجيران اللي حوالين اللي هم كنا قاعدين فيها ما توقعوش ان تعمل معايا كده، كل الصدق الصدم. طب انت اكتشفت ازاي ان هي علاقاتها كده ومع شباب وتعرفت وللاسف اللي بطنها كمان مش ابنك او مش بنتك؟ يا سبحانك اللي اكتشفت ان كان قبل العيد الصغير حضرتك واخبالك هي إيه، قالت لي هات فلوس عشان اجيب العبايه بتاع العيد، عطيتها فلوس وسابت التليفون، كنت اول مره امسك التليفون بتاعها، دي كانت متخليه برقم سري واخبالك، وكانت عامله موضوع خزنه حاطه فيه المحادثات والصور في الخزنه. ومين اللي علمها ده كله؟ مين اللي علمها ده كله؟ ما كانتش تعرف الخزنه ولا تعرف تخبي ولا تعرف اي حاجه. انا ما علمتهاش حاجه، دي اللي علمت كل يا سبحانك، انا ما علمتهاش حاجه، هي دماغها كله ده عندها ال 24 ساعه، كانت بتقعد ال 24 ساعه على النت، يعني اليوم والنهار فيها 24 ساعه، ما كانش بيكفيها 24 ساعه، يعني ال 24 ساعه ما كانش لان حضرتك ده كويس ما عملتش قناه، ده بقول لك ده كانت دماغها كله على النت، حضرتك كنت اصبح الصبح اجيب لها الفطار وابطل واروح الشغل بتاعي واجي الاقيها على النت، يا بنت ايه يا بنت انت فاتحه شركه انت عندي في عمان، ايه موضوع التليفون ده كل شويه إيه, ايه لما مسكت التليفون بتاعها وعرفت ان عامله خزنه بتخبي فيها اسرارها عملت ايه انت ايه؟ يا صحابي انا ساعه ما جبت لك التليفون لما ما جبتوش جديد كنت جايبه مستعمل، قالت لي ده الخزنه دي جايه فيها وما اعرفش فيها حاجه. هي قالت لك كده؟ قالت لي الخزنه دي موجوده في التليفون كنت جايبه على نص زيرو شويه. انا لسه جايبه لها من يوم السنتين بالظبط. تمام. ايه اللي لقيته عليه بقى؟ لا اول ما جيت يوم قبل العيد بقى اسبوع كده وبس جيت مسكت التليفون، هي سابت التليفون للبنت الصغيره تلعب ونزلت قالت لي عاوزه 800 جنيه عشان اجيب عبايه، قلت لها اتفضل 800 جنيه، وكانت لما تروح عند بيت ابوها تقول عاوزه 200 جنيه عشان اجيب بقى، وما اقدرش اخش على جماعتنا قدام 200 جنيه لان هي عارفه حد كويس واخد بالك وشايفه الفلوس في الدولاب. ووظيفتك ممتازه، ووظيفتك انت شغال وظيفه ممتازه جدا بامانه يعني ودخلها كويس. مرتب حلو الحمد لله، ودي كانت يعني الاولانيه كانت موظف ما كنتش واخد منها جنيه، والله ما كنت واخد منها جنيه. وعمل ايه اللي لقيته بقى؟ ايه اللي لقيته على المحمول بقى؟ حضرتك قعدت التليفون اول ما مسكت التليفون لقيت مكالمه كده، المهم قلبت الاقي فيه مكالمات، المهم لما شفت المكالمات وبالشكل خدت التليفون ونزلت بيها تحت عشان كنت هنقل الحاجات دي كلها دي على فلاش، على فلاش طبعا قابلتني في الشارع، انت رايح تقول لي انت كلمة دي، قلت له تعالى افتح فوق، تعالى افتح فوق ما نتكلمش في الشارع، طلعنا فوق خدت مني التليفون ووقفت في البلكونه، قلت لها عاوز التليفون انت لغايه الخط بتاعي، خدت الخط راحت مسكت الخط راحت مكسره باسنانها. طبعا هدول لك فين فين الرسائل دي فين ده وتمسح وتمسح دي فجره ايه وبلغ راحت مسكت الخط راحت مكسره باسنانها. تمام. وبلغ ستك وراحت واقفه في البلكونه قالت لي عاوز التليفون، قلت لها التليفون ده، قالت لي لو ما جبتش التليفون اصوت والم عليك الشارع الناس في الشارع. قلت لها بنتي كنت انا شايف سمعت المحادثات دي، قلت لها بنتي خد التليفون اهو واتكل على الله، ورحت لازق الباب في وشي ورحت قلت لها كان في رمضان قلت لها غور الباب مش عاوز اشوف خيرتك. تمام. مشيت طبعا اخواتي طبعا داخل العيد الصغير اخويا قال لي ما ينفعش يا احمد لمؤاخذه تقعد بعيد لمؤاخذه، قال لازم نروح نجيب انا عايز تعالى في العيد. المهم اخويا راح نادى ابوها قال لي لازم احمد يجي، رحت يا حاج قلت له بنتك حصل منها كذا كذا وبنتك ال 24 ساعه التليفون وفي شهر 12 اتصلت باخوها في الكويت وكنت هطلقها بسبب التليفون واخوها كلمها في شهر 12 قال لي يا احمد انت مين تعاوز؟ قلت له حد بنتك ال 24 ساعه التليفون على النت واقول له خف شويه، المهم قال لي طب الغي موضوع التليفونات وخدها معاك. قلت له بحب اعرفك في معلومه ثانيه، قلت له في شهر 10 اللي فات انا قعدت افتح الباب قعدت اكثر من ربع ساعه ولما فتحت الباب ودخلت في الشقه دورت في كل حاجه ما لقيتش حاجه مش اخبى عليه. يعني انت كنت بتشك ان كان معاها راجل جوه البيت؟ بشك 100% لان بسبب التليفون. طب ما انت دورت في الشقه ما لقيتش حد اهو. ما دورت، ما انا بقول لك لحضرتك انا عرفت بقى الوضع
الواد اللي كانت معاها اعترف لك بعد كده ان هو لما انت دخلت هو استخبى في المنور بعد ما طلقت بقى بعد ما طلقت حضرتك. بعد ما طلقت حضرتك. المهم بقول له يا حاج انت بتعمل كذا كذا، قال لي خلاص يا ابني هتبطل موضوع التليفون. راح جبتها معايا عشان خاطر ذكر العيد الكبير العيد الصغير، وعشان كل الناس ما فيش حد يشك في حاجه. جبت البيت واخبلك وحضرتك قالت لي انا بعد معايا العيد الصغير، قالت لي اروح عايد عند مين؟ عند بيت ابويا. قلت لها روح. جابت التليفون، شالت التليفون بتلعبه بقى، البنت ماسحه كل حاجه اللي عليه. ربنا عمى قلبه واخبرك عشان ربنا يفضحه. بعد ما مشيت رحت عند بيت ابوها، تعايد على بيت ابوها بعد العيد، مسكت التليفون قلت الله العب في التليفون ده شوف فيها ايه. لقيت دي حاجه اسمها تخزين، تخزين. فتحت التخزين لقيت سمعت التسجيلات دي والفيديوهات اللي انت بعتها لي. ما انا جاي لك اول فيديوهات، سمعت التسجيل دي حضرتك، سمعت الاغنيه بعت الذهب وكان واخد الشقه بالايجار. بعت الذهب عشان تجيب له شقه عشان يتقابلوا فيها. ايوه بس المفروض، بس المفروض ان الشاب ان الراجل هو اللي بيجيب الشقه لحبيبته او للبنت الخاينه او للزوجه الخاينه عشان يقابلها هناك، لكن مراتك انت هي اللي جابت له الشقه. وبقيت له ب 7000 ونص حضرتك، وقبلك واخدت له شقه وقبلك وحطيت له كمان، وحطيت لي كمان برشام في القهوه عشان ايه؟ عشان تتخلص مني. هم سمعت التسجيلات دي، ده المفروض الكلام ده في التسجيلات، التسجيلات اللي بعتها لي فيها الكلام ده، هي بتعترف بالكلام ده. ايوه في الحاجات دي كلها اللي بعتها لك ده حضرتك، التسجيلات انا سمعتها كلها، سمعتها كلها. واخدين شقه بالايجار وكان بيدفع له شقه واخبارك، وكان واخدين الشقه بثانيه. المهم يعني طبعا هي بنت عند بيت ابوها. بس ثواني بس، انا عايز لما هي بتقابله وبيمارسوا الرذيله مع بعض، الفيديوهات اللي انت بعتها لي وهي خالعه وهي الحاجات دي كلها كانت بعتها له ليه؟ ما هم بيتقابلوا من غير حاجه. يا استاذ حمدي ده في الاول الصور دي حضرتك بعتها لك عشان بتغريه. بتغريه 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 في الاول. بتغريه بتصور له الحاجات دي في الاول، بتغريه لما تجيبه. لغايه ما جابته واجرت له الشقه وكانت بتقابله هناك. انا سمعت محادثه بتقول له على فكره يا احمد ومش عارفه ليه جوزي مسافر مصر النهارده طالع في مهمه رقابيه وانا لوحدي، تعالى نص ساعه بسرعه عشان اروح بيت ابوه. يعني ده كان عشان بيت ابوه، عشان بيت ابوه. حضرتك انا مسؤول عن مكان حساس وبلف على المحافظه كلها، في كل مركز بروح شكل. ده صحيح. ومش والبيت عطاها الامان، بيت قاعده في شقه لوحديها. هو السبب الوحيد النت. النت السبب الوحيد في ده. وده هدفي من اللي انا بقوله دلوقتي على الفيس. انا هدفي اطلع على الفيس ليه؟ ما انا عندي قناه عيون الشعب وعندي قناه سعمو مع حنفي مباشر مع حنفي. استطعت على الفيس لانه خراب البيوت كله يا جماعه، الست والفراغ والزوج مهتم بشغله وتربيه ولاده وتوفير نفقاتهم، الزوجه ما وراهاش حاجه، تقول لك صديق حبيب بفضفض معاه، وللاسف بتتقلب من ست محترمه جدا لست فاجره جدا. عشان كده انا صممت اطلع على الفيس واتكلم، علشان مهم جدا الاعلام يكون له دور في تنوير الناس حواليه. اتفضل. هي حضرتك ايه قاعده بقى في الشقه، النت موجود وقبالك والفراغ وما عندهاش حاجه، وانت مشغول، وانت مشغول على طول. مشغول حضرتك، انا بطلع من الصبح ما فيش غير بعد، وحضرتك شغال يعني بقى لك حاجات تانية شغال، مطحون في الشغل. والبنت تشوفها، البنت تشوفها قرايه قران وصلاه، قرايه قران وصلاه. وحد يعني نفسه يعني لو تقول لي حد ما كانش حد يشك فيها خالص. طب انت لما وريتها الفيديوهات اللي انت بعتها لي دي، لما شافتها قالت لك ايه؟ ما انا جاي لك يا استاذ حالك، انا لما شفت التليفون بقول لها رحت لابوها، وابوها قال لي احمد اصبر عليا وربنا، وجاني ثاني يوم ابوها حب على رجلي وبعت لي الصور دي كلها حضرتك لاخوها في الكويت والمحادثات كله والتسجيلات. يعني اهلها عرفوا كل الجيل اللي حضرتك اللي بعته، وشافوا صورها، وشافوا صورها اللي انت انت ورطها لي دي، شافوها كل دي بعته لاخوها في الكويت. اخوها جه يجري، اخوها جه ده قطع بس وخلاص، ولا مش رايح الكويت يعني. جه يجري قعد قال لي يا احمد طب حضرتك حبيبي اللي انت عاوزه، قلت له اختك صورت وشي واخد بالك مش قادر اتكلم عشان انا في مكان حساس اتفضح مع الزملاء. انا ما اتصلتش معاها لان لحد دلوقتي 6 سنين ما ضربتهاش كف، ما اتغبنتش مني، ما اتغبنتش خالص. البنت قاعده في الشقه 24 ساعه تلعب، ده كله الشيطان يلعب بيها. وانا اتصلت قلت اتصلت عليك في شهر 12 قلت لك هطلقها، وانت قلت لا هكلمها. وفعلا كنت اطلقها شهر 12 بسبب التليفون، كنت اطلقها شهر 12 بسبب التليفون. اخويا قال لي طب يا احمد طب انت عايزين الموضوع ما تطلقهاش يعمل معروف، واللي في بطنك دي واللي في بطنك دي ممكن ينزل. قلت له البطن دي اعمل غشيش منها عشان شفت الصور، وانت ليك شفت الصور. اخويا رد عليا قال لي يا احمد الكلام اللي احنا سمعناه والصور تحس ان كانت متجوزاه، كانت متجوزاه.
البنت عملت عمايل يعني دي حرام تعيش على الارض. ده مش صور، يعني ده فيديوهات، ده مش صور، ده فيديوهات كمان. وصوروا فيديوهات بتلعبوا ولا مؤاخذة بتفتحوا لا 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 بتتصوروا لا لا فيه. لا 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 لا، خلينا بس في المهم، خلينا في المهم. المهم بعد كده بقى، بعد كده انت المهم دلوقتي، هي لم كان رد فعلها ايه معاك لما انت واجهتها؟ بكت وقالت لك ابوس على جزمتك سامحني. قالت لي وده بقى جه بس على جاز ابويا قال له هي جت بقى قالت لي انت بص لي يا احمد بص لي ابويا اخواتي قال لي بالنسبه لك انت موت مش هنكلمك، وابويا نفسه لو رحت هناك حلف ابويا من ورايا الشمس. لا حبيبتي جوه حبيبتي ما تطلعش لحد دلوقتي. والتليفون مع، والتليفون معاها ولا مش معاها؟ لا معيش تليفونات، ما التليفون بقى اخدت منه واخبالك رحت منزل برنامج اعاده التصوير واخبال شدك التصوير بقى جالي بقى الحاجات دي كلها دي بعد ما طب طلعت. دلوقتي اللي في بطنها دلوقتي ابنك ولا مش ابنك؟ ما انا ما اعرفش قلت له ما اعمل تحليل حضرتك واخد بالك اشوف الواد دي ابني ولا مش ابني. ابوها ما رضيش، ابوها ما رضيش. ابوها ما رضيش قال لي افرض ما طلعش ابنك تفضحني ترفع لي قضيه زنا هي السجن 3 سنين ترفع لي سجن. قضيه زنا. قلت له يا عمي اللي البطن ده اللي يثبت ده كله دي ابني نعمل تحليل طلع ابني اشيله فوق دماغي ما طلعش ابني ما اعرفوش. ابوها ما رضيش. المهم قال لي طب نعمل عمليه تصوير لكن على الدكاتره حضرتك واحنا كذا دكتور عشان عشان تسقطوها. معلش يا صاحبي ولا بعد الاربع شهور عدى الاربع شهور ما ينفعش الطاقه واخد بالك. المهم اخويا قال لي طب احنا نفضل ساكتين واخد بالك لما توضع على الطبيعه كده ونودي الواد الملجا. قلت له توديه ملجأ؟ ما توديش الملجا. قلت له انا رحت مطلقها طلعت عن طريق رئيس المباحث ورئيس المباحث رحت هناك قلت له يا سياده الريس عايزين نلم مصدر عشان خاطر مكان حساس. راح متصل بالعمده بتاعهم وخد ورق ان البطنه دي ما يلزمنيش وخدت البيت. انا البيت مطلع ميتين في حاله البيت لوحدي واخد بالك ما انت معكش حد يربيها ولا ياخد باله منها وانت شغلك على وقال لي الشغل المؤاخذه مطلع ميتين متعبان. طب ودلوقتي، طب دلوقتي انت دلوقتي هتعمل ايه في اللي بطنها دلوقتي؟ لا البطه دي انا خدت خلاص انا البطه دي ما يلزمنيش. طب ممكن يكون ابنك. لا ولا ابني ولا يلزم حتى ما يلزمنيش حتى لو هي مين مش ممكن ما يكون ابنك، يلزمنيش. مش ممكن يكون ابنك يا سحنبي يا سحنبي انا قلت لهم حضرتك نعمل تحليل عشان نثبت نشوف الجنين دي مرضوش. هي البنت واثقه من نفسها البنت دخلت على تليفونها لقيتها داخله على جروب بتعمل عمليه بحث تشوف تحليل الجنين يعني البنت عارفه على تليفونها ده كانت بتتفرج على فيلم تحيه حنفي. البنت قاعده 24 ساعه ما بتعملش حاجه. انت تتحمل جزء من المسؤوليه، البنت كانت في جره وانت طلعتها لعالم غريب عليها فانبهرت بيه. انت انت لما عملت صفحه باسم واحده ست ودخلت كلمت عشاقها قال لك ايه؟ دخلت كلمت عشاقها واخد بالك بقول له انت عملت صفحه باسم واحده ست وبتكلم عشاقها بقول له ده اتطلق واخد بالك وتعالى اتجوزها عشان خاطر هي اتطلق. قال لك جوازك ده كانت ماشيه مع فلان وفلان وفلان عدي الاربع افراد. قال لي لما ذوقهم مني بعتها لي لما ذوقهم مني بعتها لي وقلت له قال لي ده كانت ماشيه مع فلان ده حتى كانت ماشيه مع ابو زوجتي. يا نهار اسود والله. قال لي والله. طب انت دلوقتي انا مش عارف يعني انت حته ان انت اللي في بطنها وده ممكن يظلم ممكن يكون ابنك فعلا. لا ما اعترفش بيه خالص. ما اعترفش بقى في الحاجات اللي انا شفتها اللي اسحبها في بالك والحاجات اللي انا شفتها والصور والتسجيلات ما اعترفش بيها خالص. هو طبعا حق الرد مكفول يا جماعه، احنا دلوقتي معانا الزوجه لو حبت الزوجه او حد من افرادها اهلها يردوا علينا حق الرد مكفول تكلمنا احنا في حسبي الله ونعم الوكيل فيها حلف حسبي الله ونعم الوكيل فيها دمرته يتدمر عقله ويتدمر بيته. البنت واخد بالك البنت قلت لها امك ماتت قلت لها امك ماتت عشان مش كل شيء تقول لامه فيها امه فيها قلت لها امك ماتت. البنت بتعلق بيا ده حتى اللي هي بنتها بنتها. طب انت واثق ان البنت دي بنتك؟ لا لان هو اتفق فيها الموضوع ده واخد بالك ما جبتش موضوع التليفون اللي هو التاتش دي غير بعد الجواز بعد من 30 3 كده. احنا عندنا قصه محمد وتغريد، الاب كان واثق انه ابنه الاولاني ابنه والاثنين التانيين كان بيشكوا فيه، الطب الشرعي اثبت ان الثلاثه اصلا مش ولاده رغم ان هو كان بيقول الاولاني ده كنت قاعد معاهم ما كانش بتخرج وانا اللي كنت معاها بس، وطلع في الاخر ان العيل مش عيل كمان. محمد وتغريد القصه اللي قلبت الدنيا دلوقتي. ما حضرتك يعني انا ساعات اشك وساعات سبحان الله اقول يمكن ابن بنتي. لا اله الا الله. ربنا ينتقم، ربنا ينتقم من كل زوجه خاينه، ربنا ينتقم منها. شككت في امي اللي عندها 80 سنه. شككتك في امك. وعلى طول شككت في امي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوفت قدام ملاك فار.
ملاك بار، قراءة قرآن ومصحف، واخد بالك قراءة قرآن ومصحف، يعني تحس إن دي ملاك. والبت بتعنف كل سم، قلت لها بنتي تصدق مين؟ قالت لا لا، قلت لها البيت الصح ويعمل اللي انت عملته. ما حدش عارف يعمل ايه. صعب جدا. صحيح، بشكرك وربنا يكون في عونك، واحنا هنتابع معاك وهنتابع مع مراتك لو قدر، لو حبت ان هي تدافع عن نفسها او حد من اهلها او حد من اخواتها في الكويت، اهلا بيهم، حق الرد مقفول. بشكرك وربنا يكون في عونك، واحنا بنلقي الضوء على الحاجات الشاذه، بس اهم حاجه نستفيد ونتعظ. اشكرك، اتفضل. مع الشكر. على عرفتوا الشيطان اللي موجود في بيوتنا؟ عرفنا الشيطان اللي احنا بنجيبه بفلوسنا. مش معنى كده ان كل زوجه خاينه، معاذ الله، لا، في ستات شريفه جدا طبعا، ما نقدرش نعمم، دي حاجات استثنائيه، بس احنا بنلقي الضوء عليها علشان ناخد بالنا، ناخد بالنا. اشكركم، ودي من الحالات اللي عامله رد فعل في المحافظه اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا دي محافظه بني سويف، عشان ما حدش بس يسالني، المحافظه دي محافظه بني سويف، ده قلب الدنيا في بني سويف، وكل الناس بيتكلموا فيها، فانا حبيت اوضح واوضح معالمها علشان نحاول نستفيد. مش عيب، لكن الغلط ان احنا ندفن راسنا في الرمل. لازم نعرف مشاكلنا، نلقي الضوء عليها علشان نستفيد وغيرنا يستفيد. اشكركم وتصبحوا على خير.